نحكيوا على فيروس الكورونا، وكل مره زاد نحاولوا انه نفهموا الفيروس هذا منين جاء، شنو هي الحاجات اللي قاعدين سورتو توا الخبراء والباحثين في علم الفيروسات انهم يتحكى عليهم سورتو في المعالجه، في اللقاء، في كيفيه احتواء الفيروس هذا، وهي حاجه عالميه الناس الكل قاعده تحكي عليها. باش نعرفوا اكثر تفاصيل معنا مباشره من المملكه العربيه السعوديه الاستاذ التعليم العالي في علم الفيروسات سي جوهر الغربي. صباح النور. صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بمستمعيك. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. دونك يظهر لي الفيروس هذايا، فيروس الكورونا، هو حديث العالم الكل وحديث الخبراء، وخلينا زادا نتعرفوا على علم الفيروسات اللي هو علم كبير برشا. خلينا نبداو من الفيروس هذايا. يظهر لي الناس الكل حكيت لانه كانت البؤره الاولانيه نتاعو والخروج الاولاني نتاعو اللي هو من الصين، ومن غادي بدات التطورات استاذ. بالطبع الحكاية بدأت من 31 ديسمبر 2009، أي ليلة رأس السنة 2019. والموضوع 31 ديسمبر 2019 هذيك أول حالة صارت في ووهان من مقاطعة هوباي في الصين، وبدأت الحكاية وتواصلت والعالم كله أصبح يحكي على الموضوع هذا. شنو الحدث؟ الحدث هو وجود كائن جديد يصيب الإنسان، ألا وهو فيروس كورونا. فيروس كورونا ينتمي لعائلة معروفة، فيروسات الكورونا معروفة عند الحيوانات، معروفة عند الإنسان منذ 1970 تقريبا يعرفوها العلماء. لكن المرة هذه حدث غريب جدا، كما صار سنة 2003 في الصين و2012 في دول الخليج العربي، أنه فيروس معروف لدى الخفافيش ينتقل بصفة مفاجئة إلى الإنسان. وهنا تقع المشكلة الوبائية بصفة عامة. علاش وباء؟ لأنه الإنسان ما يعرفش الفيروس هذا، ما قبلوش حتى مرة في حياته. مش كما واحد عنده غريب يجي غريب بون لاباس ثلاثة أيام ولا لاباس العام الجديد، تيجي نفس الغريب ما يمرضش. الفيروس هذا يقابل الإنسان ككائن حي بور لا بريمير فوا، لأول مرة، لذلك يصعب احتوائه في الفترة الأولى. الإنسان يمرض وفي ساعة يعدي لخط، يولي سرعة انتشار كبيرة للفيروس. إذا يعني بصفة مبسطة علاش ساعات الفيروسات تحدث مفاجأة كما ذلك وباء. وباء كبير يعني مرض موجود في الخمسة قارات بالعالم. واضح. إذن الفيروس هذا انتقل من الخفافيش على حسب الأبحاث العلمية عن طريق حيوان آخر ما زالوا يدققوا فيه شنو هو، ثم وجد لدى الإنسان. مثل فيروس كورونا اللي هو يعتبر ولد عمه بتاع 2003 سارس يسميوه، انتقل من الخفاش مشى إلى نوع من القطط، ثم القطط هذه تحولت للإنسان، والإنسان بدأ يعدي في نفسه، وهذا كان ليش يعني العدوى كانت صارت. بالنسبة لـ 2012 اللي هو الماكس كورونا فيروس هذا اللي يضرب في دول الخليج، انتقل أيضا من الخفافيش إلى الجمل، ومن الجمل انتقل الى الانسان. بالنسبه للمره هذه مازلنا ما نعرفوش اكل حيوان اكل ما بين الخفاش والانسان. معناتها هذيك الحلقه المفقوده اللي مازالت توا، الحلقه المفقوده علميا توا، انه الحيوان اللي يهز الفيروس من الخفافيش، نعرفوه من الخفافيش هذول مصدر الفيروسات هذه، وانتقلوا للانسان. هو شنو واش يقول لك الابحاث العلميه توا حاليا في المقالات العلميه تكتب اكثر احتمال باش يكون عن نوع من الحلوشة، يعني من الثعابين اللي الصينيين يستعملوهم في مدوات الرعوانية متاعهم، ويتاجروا بيهم برشا، يبيعوهم في الأسواق ويشريوهم على أساس ليزيكاي متاعهم، الجلد متاعهم راهو يداووا بيه حشيك أمراض خبيثة ويداوي بيه السكر. يعني هي عادات وتقاليد موجودة في العالم أجمع، وإن شاء الله مرة أخرى تنطرق عليها باش برشا عباد تبدل في الكومبورتمون متاعهم في اللافي سوسيال متاعهم، على خاطر يعني توتي ينجم يكون سبب في الوباء كيما هذا. صحيح استاذ، معناتها ينجم يكون فما ضغط على الصين في العادات اليوميه نتاعهم. معناتها اليوم كان نحكيو ديما اللي فما ساعات فيروسات، وانت استاذ في العلم هذايا، معناتها الفيروسات ان الحيوانات عندهم الفيروس هذو، معناتها هما يكون فما قاطره وفما سبب انهم ينتقلوا كعدوى للانسان وتصبح وباء عالمي. يعني يمكن اليوم نحكيو على انه ينجم يكون في الصين فما ضغط عالمي انهم يبدلوا شويه معناتها من الحاجات اليوميه. بارك الله فيك للسؤال، سؤال صحفي يعجبني برشا علاش اقول هذا، لانه توش قاعد يصير وفسرته.
أن الفيروسات وقت تنتقل من سلالة حيوانية إلى سلالة حيوانية تحدث المفاجأة ويكون الوباء. يعني تاريخ الأوبئة، كيف تشوف تاريخ الأوبئة الفيروسية خاصة لدى الكائن الحي، أنها كلها فيروسات انتقلت من الحيوان إلى الإنسان، يسموه باللغة العلمية الإنجليزية spillover، الفرانشيسمون دو بارير ديستاس، لأنه بين الحيوانات وبين السلالات الحيوانية هناك حدود معروفة، كل واحد يعيش في نمط معين، وليس هناك انتقال نتاع جينات ولا حاجة من حيوان إلى سلالة أخرى. اللي حدث أنه الفيروس تنقل من سلالة حيوانية إلى الإنسان. كيفاش هذا؟ شنو السبب؟ على خاطر كما كنت تتصل فيها، تم كومبورتمون نتاع الإنسان، تم تصرف الإنسان اليوم مع الطبيعة نتاعه يلزم تتبدل. وذلك علاش قلت إن شاء الله مرة أخرى نحكي أنه وانا جونس ميسور بعد ما يتمر هالوباء هذا مش تكون عملية شارت، مش يكون تم ميثاق عالمي على أساس أنه الإنسان يعيش في الطبيعة، ما هوش يملك الأرض وحده، راهو يعيش مع حيوانات يلزم احترامها ويلزم المحافظة على صحتها. وكما تقول المنظمة العالمية للصحة بصفة عامة، One Health One World، يعني صحة واحدة عالم واحد. بالرغم اللي فما مجتمع مدني، فما جمعيات قاعد تخدم على الـ على الـ على الـ على الناحيه هذه، معناتها بنحكيو على الكوتيم تاع الحفاظ على الطبيعه، الحفاظ على المناخ وغيره، وهام جدا زاد انه صحيح سورتو زاد اللي مهم برشا انه ان شاء الله تكون فما مداخله اخرى استاذ، انه نتعرفوا اكثر على ما يسمى بعلم الفيروسات. معناتها اليوم اذا بينا حتى العلوم نتاع الاحياء او علوم نتاع الطبيعه زاد نتعمقوا فيها برشا، باش يبدا الانسان والمواطن فاهم والمستمع يبدا فاهم معناتها المجالات هذيه. خلينا نحكيوا توا على انواع نتاع لي فاكسان. الاكيد وين فما فيروس اكيد فما مخابر قاعده تخدم، اكيد فما مختصين وعلماء في مخابرهم قاعده تخدم على الناحيه هذه. منتي كاستاذ معناتها كيفاش تشوف معناتها التطورات هذيه؟ هل انه اليوم الناس الكل تحكي على فاكسان وقتاش باش يلقاو اللقاح؟ كيفاش تشوف المراحل وكيفاش نجمو نحتويو الفيروس هذا سورتو اللي فما اجراءات عالميه نتصور بلدان الكل كيف الحجر الصحي وغيره والوقايه من الفيروس هذا؟ يعطيك الصحه، يعطيك الصحه للسؤال. علاش؟ على خاطر توا مرض جديد، لا واحد عنده لقاح ولا واحد عنده دواء يشفي. الوقايه تقعد السبيل الوحيد في انتشار لاول مره وباء. الوقايه هي السبيل، كيفيه الحد من انتشار الفيروس، كيفية احتواء الأزمة الصحية، هذه هي. رغم هناك اختلاف بالطبع في إمكانية الدول، لكن دول فقيرة أم غنية، دول متقدمة أو في طور النمو، نفسهم في نفس الإشكالية الآن. كل واحد لاهي في روحه كيفاش يحتوي الوباء. اللي قاعد يصير طوف العالم أجمع، وأنا نحيي الحقيقة القرارات نتاع برشا دول حول الحجر الصحي، حول حظر التجوال، هام جدا، لانه انتشار العدوى راهو هو فيروس فيروس تنفسي، وهذيك الخايبه في الحكايه على اساس واحد يحكي معك فصفاس، يعني ما بيناتكم مترين الجميع ديك، جاء فيروس معوي ولا فيروس ذات انتقال دموي، مش مشكله كيكا نعرفوا الانسان، ما ثماش لي رابور، ما ثماش برشا رولاسيون، لكن فيروس تنفسي هناك سهوله في التنقل، وهذيك علاش الابتعاد الاجتماعي اللي خلاه يعيش العالم توا حاليا من هالفيروس هذا هام جدا. دونك اذا الوقايه هو السبيل الوحيد في الفتره هذه، لكن عندها تاثير كبير جدا على اقتصاديات العالم وعلى المجتمعات اللي قاعد يصير. العباد تعبت، الاقتصاد تعب، ونسل سويت، لكن راهو اوبليغاتوار. اذا كان علاش تنجم انت تخلي الشعب نتاعك ولا لا بوبولاسيون دون فاسون جينيرال اون كونتاكت افيك لو فيروس، اما راهو ريسك كبير تاخذ فيه، راك تمشي على البلار، وهذه ثم دول حابه تعمل سكون ابير ليميونيتي دو جروب، يقول لك يا خويا خلي الناس تقابل الفيروس بور لا بريميير فوا ونشوفوا اللي نجم يتعدى ولا بس عليه ويتحمل الفيروس وسي بون سي بون انا سيشفي، يعني عنده ايميونيتي توتال مش تقعد، واللي عنده ريسك ناخذوه اون شارج. راهو ديسيزيون لازم الناس عندها لي مويان، عندها امكانيات كبيره، وجو بونس تما دول مشيت فيه وبعد تراجع خاطر ثم ريسك كبير. المفيد الوقايه اهم شيء توا. بالنسبه للمختبرات والابحاث العالميه، من نهار الاول ملي كشفوا الفيروس من ايامات جان في الا وانا اشوف في بعض صفحات المؤسسات العالميه للبحث العلمي انها انطلقت في البحث عن جزيئه مضاده للفيروس، يعني دي موليكول انتي فيرال او اللقاح. اللقاح يتطلب الونتيرم، يعني على المدى الوسيط البعيد، يعني اللقاح يتطلب
أقل حاجة يطلب هي 18 شهر باش تحضر اللقاح. بالنسبة للي موليكول أنتي فيرال هذا الجزيئات المضادة للفيروس، اليوم لدى 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 هذه المراكز الأبحاث عدة جزيئات موجودة، لكن ما زالت ما نعرفوش بالضبط ليفيكاسيتي نتاعها لا فاليداسيون نتاعها، على خاطر ما تعرف تو البوليميك اللي سايره مع الهيدروكسي كلوروكين مع الرامسيديفير، هذم كلهم دي موليكيول اللي نستعملوا فيهم في امراض اخرى، جربوهم في المخابر عطاو نتائج باهيه، لكن كي نتنقلوا انسان ثم 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 يسمش كرابيلي زيفين سكوندير ديزيرابل، ثم اعراض ثانويه يخافوا منها، وكليميك كبيره نستعملوا ما نستعملوش، لكن رياني اونكور فاليدي. كل واحد تعاد خذا قرارات وحده في الدول. المنظمة العالمية للصحة أنا الحقيقة ألومه على كيفية أخذها الأمور من الأول، لأنه من الأول ما خذتش الأمور كان ثم نيجليجانس الحقيقة للوباء. خاطر أنا نذكر سنة 2009 وقت جانا الانفلونزا الخنازير، كان نذكر 2009 في الوقت ذاك المنظمة العالمية للصحة خذت القرار واعتبرته وباء، اعتبرته وباء من الايامات الاولى، رغم يعني الكريتيك اللي صاروا لها سياسيا من الدول على خاطر يقولوا انت فوديكلاري يعني فوديكلاري فوز انونسي لا سيتياسيون بانديميك رابيدمون سي با نورمال، alors que عندهم الحق في الوقت هذاك عرفوا كيفاش يحتوي الوباء، مع انه الوباء يختلف مع الفيروس هذا. اكيد اكيد. اذا الابحاث متواصله، ثم امال كبيره، الأمل في العلم راهو ديما موجود، لأنه العلم هو اللي حل المشاكل. العلم هو اللي يحافظ واللي نجم يجيب لك حلول لصحة الإنسان. واضح يا سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك سي جوهر، بارك الله فيك، شكرا لك على المعلومات القيمة ذي الكل، إن شاء الله تكون لنا مداخلة أخرى معاك نحكي أكثر على علم الفيروسات. شكرا لك، بارك الله فيك. مرحبا بكم وإلى اللقاء. بارك الله فيك، شكرا لك سي جوهر الغربي أستاذ سليم علي في علم الفيروسات، عطانا أكثر تفاصيل على الحلقة الناقصة باش الناس تلقى الدواء، باش الخبراء يلقاو اللقاح هذايا اللي هو كيفية المرور من حيوان إلى حيوان ثم إلى الإنسان. دونك البارتي الثانية بتاع الحيوان الثاني تم الانتقال منه الفيروس هذايا، هي الحلقة الناقصة اللي يستنوا فيها العالم الكل. شوية آخر أمل ترجعنا في صورة اليوم، معاذ الشريف الميساج أونفوي.